من بعد بريك شهر رمضان المبارك رجعنا لكم، ومواضيعنا بالحلقات المتبقية من هالموسم راح تركز أكثر على الاكتشافات والأبحاث الطبية. ومثل العادة مواضيعنا شيقة وبنفس الوقت صلبة وبعيدة كلياً عن الهشاشة. بتعرفوا الهشاشة ممكن تكون حاضرة بكل شيء، فالمجتمع ممكن يكون هش وقت يفقد القيم والأخلاق. العلاقات بين البشر تصبح هشة وقت يتسلل عليها الكذب والمصلحة. بناية إذا منعمرها بمواد مغشوشة بتصير هشة وقابلة للسقوط بأي لحظة بدون أي عامل خارجي، فكيف إذا تعرضت لزلازل؟ ونفس الشيء عظامنا اللي هي الهيكل المتين اللي بيحمل عضلاتنا وبيحمي بقية الأعضاء ممكن تترقق وتفقد صلابتها وبالتالي يسقط الهيكل. عن ترقق العظام وآخر الاكتشافات حول هالموضوع منستقبل الليلي ريسيرتشر لمعة اسمها بمجال الأبحاث المتعلقة بصحة العظام، وهي أيضا مديرة برنامج ترقق العظم والكالسيوم بالجامعة الأمريكية ببيروت. رحبوا معي بدكتور غادة الحاج فليحان. أهلا وسهلا فيك دكتور غادة. تعرفي المشتقات الحليب يعني مثل اللبنة والجبنة وهيك بتفيد العظم، ما هيك؟ مبدئيا اكيد. انت وصغيره كيف كنتي مع هالمشتقات؟ كنت تعذبي اهلك او كنت تاكلي منهم؟ لا، كنت احب اللبنه والجبنه والحليب وبعدني. يعني ما كان في اي مشكل معهم؟ ابدا ابدا. وبتعرفي كمان الاطفال بيكونوا اوقات ورشين او اشقياء، يعني ممكن يتعرضوا لكسر ايد، كسر اجر، صار معك شيء حاسه من هذا النوع؟ ما كسرت بس انجرحت، كنت هوجه. كنت يعني شقية شوي. بس انه زمطتي من كسر العظم؟ ما في كسر. يعني معناتها انت عملتي طبيبة عظم مش بسبب حادث صار معك لنقول هيك انت وصغير وقلتي بدي كمل بهذا المجال؟ عملت طبيبة عظم لانه العظم حضرتك قلت عنده وظيفة كثير مهمة، بخلينا نمشي، بيحفظ لنا الدماغ، القلب، الرواية، كل شيء بجسمنا، والعظم إذا انهار مثل ما حضرتك قلت تنهار راح الهيكل. الهيكل مثل ما بقول سقط الهيكل على الرأس، يعني هذا الدمار الشامل 100%. اليوم الأطباء اللي عم بتدرسين حضرتك بمجال العظم كيف رضاكي عنهم؟ حتشوفوا اليوم، حتشوفين بشو هلا. نحن عادة شو بنعمل أول فقرة؟ في عنا باللعبة الكويز، المسابقة بين الفريقين 100%. فإذا جيم. وصار الوقت رحب هلا بالمشتركين معنا لليلي، ومعي فريقين مثل العادة Delightful Minds وبضم نيفين أبو درغم، إيلي موسى، وجيفري يمين. أهلا وسهلا فيكم. وأكيد الفريق الثاني أوستيو فيت فورس يلي هن مؤلفين من إبراهيم علامة، جوزيف نصار، وفاطمة علي أحمد. محمسين اليوم شباب وصبايا للمسابقة أو للتحدي بين بعض؟ أكيد. أول شيء قبل ما نبلش أكيد بدي أعرف أنا سبب تسمية الفريق، يعني Delightful Minds، ليه اخترتوا هذا الاسم؟ So Delightful Minds هو كأنه لعب على الكلام، سو عم نحط فيتامين دي، والسورس واحدة من السورس الأساسية عن فيتامين دي اللي هو أشعة الشمس، سو لايت، Delightful Minds، سو هيدا بيترجم للعقول الممتعة، سو نحن هون نوعي العالم عن استخدام الفيتامين دي. حلو، وأوستيو فيت فورس. بالنسبة لاسم فريقنا The Osteo Fit Force هو اخترناه لنحمل رسالة أهمية العظام والصحة البدنية، كيف اثنيناتهم بيأثروا لبعض، كيف الصحة البدنية مهمة لعظامنا، وكيف عظامنا بتسمح لنا إنه نمشي ونتحرك ونعمل نشاطاتنا اليومية. و The Osteo Fit Force هو اسم فريق لأنه بيأرجينا إنه بالعمل المشترك بنقدر نحمل هالرسالة وننشرها للعالم. ممتاز. قبل ما نبلش بدي اذكر المشاهدين انتم كمان فيكم تشاركوا وتجاوبوا على السؤال المطروح على السوشيال ميديا التابع للال بي سي اي على فيسبوك، انستغرام، وتويتر لتربحوا جائزه ماليه، بس اكيد ما تنسوا تحطوا هاشتاج ذا ريسيرشر. وهلا معلومه. والسؤال الاول، بلبنان هشاشه العظم هو المرض المزمن الأكثر شيوعاً من سرطان الثدي لدى النساء وسرطان البروستات عند الرجال، الشائع مثل أمراض القلب والكلى والشريين عند النساء والرجال، الاثنان معاً بنسبة مماثلة. أوستيو فيت فورس، شو الجواب؟ الجواب الثالث سي، الاثنان معاً بنسبة مماثلة. لهالدرجة؟ نعم. شو رأيك دكتور غادة؟ بتقولي لهم صح أو غلط؟ صح. صح، وأول 100 نقطة لإلكم. ومناخد السؤال الثاني،
هشاشة العظام هو مرض صامت حتى حدوث كسر، مرض يسبب ألماً في العظام والمفاصل، أو مرض يصيب العظام والعضلات. Delightful Minds. الجواب الأول مرض صامت حتى حدوث كسر. بعتقد أنه الجواب حيكون صعب عليكم، يعني هيدا بلب اختصاصكم، صح؟ صح. والجواب صح. كمان 100%. ومننتقل للسؤال الثالث. كسور هشاشة العظام الشائعة تشمل العمود الفقري الورك الساعد، العمود الفقري الورك الحوض، أو الورك الساعد الضلع. أوستيوفيت فورس. بدنا جواب على السريع بعد ما نكبس. أول جواب. أول جواب يعني العمود الفقري الورك والساعد. ليه مش الثالث؟ لأنه الضلع لا. لأنه الضلع لا، فإذا أنه باي إليمينيشن. الضلع الضلع إجمالا ما بيصير في كسر بسبب الهشاشة، عادة بيتطلب صدمة، بالمقابل كسر الهشاشة فيصير من صدمة خفيفة أو حتى بدون اصطدام أو طرقة ضربة. شو رأيك بهالتبرير؟ هو كلمة الشائعة اللي خلت الجواب الأول أحسن شيء وأهم شيء، لأنه الكسر الساعد كثير شائع عند الستات early after menopause بعد المينوبوز، والورك عند المسنين، أكيد العمود الفقري من الستين وطلوع، فهودي أكتر شيء منشوفه، الأكتر شائعة. سو هو كلمة شائعة، أكيد كسر الضلع بيصير، بس بده يكون كتير في ترقب لتكون الصدمة قوية. بيصير كتير عن أمراض اللي بياخدوا كورتيزون. فإذا الجواب كان صح. 200 مقابل 100. سؤال رقم 4. ما هي نسبة المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو الذين أصيبوا بكسر واحد على الأقل نتيجة ترقق العظم؟ 10%، 30%، أو أكثر من 50%؟ Delightful Minds. الجواب الثالث أكثر من 50%. أكثر من 50%، بس النسبة منا عالية لهالدرجة، يعني أوف في نسبة يعني ناس إنه معرضين لهالقد، أكثر من 50%، يعني أكثر من نص المجتمع. انتوا بتوافقوهم الراي؟ انا رح اسالكم الكم. نعم. بتقولوا نعم؟ ما عم بتقولوها هيك على مضض، لانه مش انتوا اللي ربحتوا ال 100 نقطة، Delightful Minds هن اللي ربحوا ال 100 نقطة وصار معكم 200 نقطة وعم نكون متعادلين الفريقين لهلا. حلو التعادل، يعني هيك بنكون فير مع الكل. طيب، السؤال الخامس. يجب إجراء اختبار كثافة العظام على الأشخاص أدناه باستثناء جميع الأفراد فوق سن ال 65، النساء المصابات بسرطان الثدي واللواتي يعالجن بأروماتيز انهيبيتورز، أو جميع النساء بعد سن الأمل. جواب أول. يعني جميع الأفراد، الجواب الأول جميع الأفراد فوق سن ال 65، هدول لازم نعمل لهم؟ ما لازم. ما لازم. للأسف الجواب خطأ. خلينا نشوف Delightful Minds رح يجاوبوا. بعد عندكم احتمالين، أو الثاني أو الثالث، شو بتختاروا؟ الثالث، جميع النساء بعد سن المينوبوز. مأكدين من جوابكم؟ جواب حاسم. قديه على 100 يعني يكون الجواب صح؟ 100%. مش كل النساء بعد سن المينوبوز بينعملوا سكريننج، اتس ايذر النساء فوق ال 65 او يلي فمنشان هيك الجواب الثالث هو الجواب الصح، و50 نقطة لإلكم Delightful Minds. 250 نقطة صرتم مجمعين لهلا. وبننتقل للسؤال السادس. يوصى بالعلاج بأدوية ترقق العظام لدى كل النساء اللي بيعانوا من هشاشة العظام، أو كل النساء بعد سن الخمسين، أو النساء اللي بيتعرضوا لكسر سابق أو عندهم مخاطر عالية للكسر. أي جواب؟ أوستيوفيت فورس. شو بتختاروا؟ آخر جواب. جواب حاسم. ما حتغيروا رأيكم؟ لا. طب وإذا أنا قلت لكم غيروا رأيكم بتصدقوني؟ لا. طب دكتور غادة بتصدقوها؟ ايه بتصدقوها. شو بتخليهم يغيروا رأيهم أو يبقوا على رأيهم؟ يبقوا على رأيهم. فإذا الجواب صح. $300 و$250. وهلا السؤال السابع. بينخفض خطر الكسر لدى الأشخاص اللي بيتعالجوا بأدوية ترقق العظام إلى 0 أو بنسبة من 1-2% أو من 40-70%. الجواب الثالث 40-70%. هون بيزول الخطر إذا تعالجوا بأدوية ترقق العظام، يعني ما بيزول كلياً بس بينخفض، بس يعني بس بينخفض بنسبة كبيرة حسب ما عم بتقولوا، من 40-70%. هل أدفع عالي يعني أدوية ترقق العظام؟ يس. على شو عادة بيرتكزوا تينصحوا دواء؟ يعني عادة كيف بيقولوا هذا الدواء منيح أو مش منيح؟ يعني حسب ريسك فاكتورز. لأنه فعالية الدواء على شو بترتكز؟ نحن برنامجنا شو اسمه؟ أكيد على الريسيرش. على الريسيرش، منشان هيك رح قلكم جوابكم صح.
يعني اكيد لحتى يعملوا ادويه وينصحوا بادويه ويشوفوا قد ايه فعال طبعا لازم يعملوا ابحاث. ابحاث عشوائيه على الاف من الستات، نصهم بياخد الدواء النص الثاني لا، بدون ما عارف يعرف شو عم بياخذوا، وبيتابعوا الكسور على مده 2-3 سنين وبيقارنوا وبيقرجوا الافيدنس بيس انه اكيد هذا الدواء فعال، وكمان بيدرسوا المفاعيل السلبيه تبعه قبل ما ينزل على السوق. اكيد. سؤال رقم 8، أحد أهم أسباب انخفاض مستويات الفيتامين دي بلبنان والشرق الأوسط عوامل نمط الحياة، عوامل وراثية أو عوامل أخرى؟ أوسيو فيت فورس. أول جواب عوامل نمط الحياة. من أي ناحية؟ كثير بنقعد بالمكاتب ما بنشوف الشمس، فبكون عندنا لو فيتامين دي موستلي. مزبوط. وما في حركة كمان. وما في حركة؟ بس هون في مفارقة، يعني عم بتقول إنه إحنا بنقعد كتير بالمكاتب وما بنتحرك كتير، بس حتى كمان برا بالغرب يمكن لأنه كمان مجتمع كتير منتج وبيشتغلوا كتير، إنه كمان بيبقوا لساعات طويلة بالمكاتب، ليه عنا نحن عم يتأثروا بعوامل نمط الحياة؟ لأنه ببلاد كتير بأوروبا وبأمريكا بيقووا بعض المواد الغذائية مثل الحليب مثل العصير بالفيتامين دي. فحتى لو كان عندهم اقل شمس عندهم نظام بوليسي بابليك هيلث بوليسي فور فود فورتيفيكيشن. حتى يمكن بيعملوا رياضه اكثر انه كلهم على البايكس او شيء ما بعرف يمكن كل حدا يمكن بلاد بارده ما بكتير بيشوفوا الشمس، وحتى ببلاد اللي بتعرفوا النورث بيكون 24 ساعه عتم. اي ثينك اتس ذا فورتيفيكيشن اوف ذا فود. بما انه ناقشنا السؤال يعني مش معقول نكون عم نناقش بنعطي كل هالتفاصيل اذا كان الجواب خطا، صح؟ يعني الجواب حيكون شو؟ صح. سؤال قبل الأخير، يمكن للبشرة البيضاء فرز كميات كافية من الفيتامين دي في حال تعرضت للشمس في منتصف النهار لمدة أدناها 20 دقيقة 3 مرات بالأسبوع، ساعة واحدة 3 مرات بالأسبوع، أو ساعة واحدة يومياً؟ Delightful Minds. الجواب الأول 20 دقيقة 3 مرات بالأسبوع. نسأل هون دكتور غادة. البشرة البيضاء بكفي، بس ليل منا اللي بياخدوا 20 دقيقة بهالطريقة، الوش والإيدين والإجرين، اللي عندهم بشرة غامقة بدهم وقت أكتر لأنه الميلانين الموجود بالجلد بيمنع السينتسيز اوف فيتامين دي بريكورسرز بالجلد اللي بعدين بيروحوا على الكبد وعلى الكلاوي ليصير الاكتيف فيتامين دي. اوكي، بس لما عم نحكي عن بشره هون بيضاء انه مقابل سمراء، يعني حتى بس نوضح للمشاهدين، يعني نحن كمجتمع لبناني نعتبر من اصحاب البشرات البيضاء مصنف اكثر. نعم. كونتراست للافريكان امريكان او الايجنز. ممتاز، جوابكم صح. 450 ب 400. والسؤال الاخير، تشمل عوامل الخطر لنقص الفيتامين دي السمنة وجراحة السمنة وسوء الامتصاص في الأمعاء، التعرض لأشعة الشمس المنخفضة، نمط الملابس التي تغطي كامل الجسم، تناول الأدوية المضادة للصرع، الاثنان معا لهالدرجة؟ يعني الفيتامين دي عنده مخاطر إذا كان قليل أو إذا في نقص بالفيتامين دي؟ هودي إذا موجودين بيأدوا لريسك أوف لو فيتامين دي. فإذا انه عوامل اللي تؤدي لنقص الفيتامين دي انه السمنه وجراحه السمنه وكل هذا الشيء والتعرض لاشعه الشمس المنخفضه، كل هذا الشيء بيعملنا نقص بالفيتامين دي. صح. طب انا هون عندي سؤال لكم، واذا ما جاوبتوني عليه رح ارجع استعين بدكتور غاده. نحن بلدنا يعني لبنان بلد الشمس، بس عم نشوف دائما في انخفاض بمستويات الفيتامين دي، يعني اي حدا بروح بيعمل فحص يعني عاده بشكل عام دائما بنسمع انه عم يطلع insufficient، يعني غير انه كافي، شو السبب؟ يعني بعتقد اذا ماني غلطان يعني بعتقد نحن عندنا بالجينيتكس عندنا فيتامين دي ديفيشنسي بلبنان، يعني مش قصه الشمس، بعتقد شيء عندنا بالجينيتكس يعني. بس اكيد شو رايك دكتور غدا؟ في اشياء وراثيه؟ كثير قليل. الاكثر الطاغي هو الحياه، نمط الحياه. وبدي اعطي مثل، اذا طلعنا كلنا هلا اخذنا كوفي بريك برا ولابسين تقومه ما فينا نعمل فيتامين دي. اذا قعدنا شالحين بلا كم شورت ورا بلكسيجلا او ازاز ما فينا نصنع الفيتامين دي. فاللبناني صحيح بلد شمس، من هون بلشت ابحاثي من كذا سنه، جيت على بلد مشمس وكلهم يسالوا ليه عم تعملي فحص الفيتامين دي؟ وقال تبين انه الفيتامين دي واطي، في اسباب نمط حياه اكيد 100% حنحكي فيها اكيد أكثر مطولة بتفاصيل. الجزء الجيني موجود بس بسيط. فاذا الجواب صح، 550
مقابل 400. بس ما انتهت القصة هون، أكيد بتعرفوا في المشروع، وعلامة المشروع 225 نقطة، وهي ممكن تكون الفصل بين الفريقين. وهلأ شو المشروع؟ رح نبلش مع Delightful Minds، رح تخبروني عن مشروعكم أو عن فكرة المشروع اللي اشتغلتوا عليها. نحن مشروعنا بيهدف للتوعية حول استخدام الفيتامين دي بلبنان لسببين أساسيين. أولاً الاستخدام الخاطئ والمفرط للفيتامين دي بمجتمعاتنا اللبنانية، خاصة من بعد موجة كورونا. وثانياً لإطلاق التوصيات الجديدة لاستخدام الفيتامين دي اللي اشتغلت عليها دكتورة غادة مع مجموعة من الأطباء بالأيوبي. فحنكون عم نستهدف شريحتين من المجتمع، دكاترة من ميل يلي هي بتوصف الفيتامين دي، ننشر أكثر الوعي على التوصيات الجديدة وإمتى فينا نعطي الفيتامين دي، ومن ميل تاني السيدات بالمجتمع من خلال البلديات وأكيد بمساعدة وزارة الصحة. حلو، وهلأ دوركم أوسيو فيت فورس تحكوا عن مشروعكم، تفضلوا. أوكي، بما أنه نحن بعصر الديجيتال هيلث، بما أنه الأوسيوبروسيس أو مرض هشاشة العظام هو مرض صامت، نحن هدفنا نعمل بلاتفورم أو منصة هنسميها أوسيو أسيست. أسيست لأنه حتساعد المجتمع وحتساعد الدكاترة. حتساعد المجتمع عن طريق التوعية ونشر الإجراءات أو التدابير اللي نحن بنقدر نعملها ضد مرض هشاشة العظام. ومن خلال هيدا التوعية حيكون في استمارة بيعبيها المريض. آخر الاستمارة المريض بقرر يا بيفوت بالديتا بيس تبعنا اللي هي حتكون حكمل ونحن نبعث وراه على مستوصف الجامعة الأمريكية لبيروت لنقدر نحن يعني نعمل فحوصات زيادة. ومن ميل الثانية حتكون بتساعد الأطباء لأنه حيكون في بقلب الابليكيشن أو البلاتفورم الفراكت سكور اللي نحن بنستعمله دائما لنقدر نعرف الريسك تبع المريض بعد 10 سنين قديش عنده ريسك يعمل كسورة. وبذات الوقت حيكون في قسم للعالم اللي بتحب تتبرع لنقدر نحن قد ما فينا نجيب دونيشنز تنساعد العالم وتنقدر نأمن له الأدوية اللازمة. موفقين على كل بالمشروعين، وبتمنى انه فعلا هيدول المشاريع تصيروا يعني يصيروا على الارض، يعني مش بس انه تكون فكره وبتنقال. بس طبعا هلا لناخذ السكور على كل مشروع بدنا ناخذ تصويت الجمهور وتصويت دكتور غاده. رح نبلش التصويت لديلايتفول ماينز. تفضل. رح اسالكم عن شغلتين، بدكم تقولوا لي احسن شغله او اكثر شغله بتحبوها باختصاصكم، واكثر شغله ما بتطيقوها. هنكون صريحين، أكثر شغلة بتحبوها شو؟ أي حدا في يحكي من الفريق. أكثر شغلة صراحة الفيدباك من المرضى لما بتعمل أي علاج للمريض أو حتى ما ضروري علاج، يعني the support that you give للpatients وبتلاقي هالبوزيتيف فيدباك إنه أنت علمت بمحل معين عند المريض. أوكي، طب وأسأل شغلة إذا سميناها هيك بالدارج. أصعب شغلة هي لما توقف قدام المريض وما تكون قادر تعمل له شيء، خاصة بالأزمة الاقتصادية اللي نحن قاطعين فيها. مش قادرين نأمن له الدواء لأنه الدواء مقطوع أو ما عم بيقدر يأمنه من برا. يعني هيدي من أصعب القصص اللي بنمرق فيها. مثل مواقف يعني محرجة كمان بتصير. مكلفة الأدوية، يعني أدوية ترقق العظام؟ في ثلاث أنواع هلا أكثر شيء عم نستعملهم. أول نوع هو عائلة البيسفوسفونات اللي هن صاروا أوف باتنت، يعني صاروا مور أفوردبل. تقريباً $60 بالشهر بيكلف الدواء. في دواء الدينوسيوماب اللي هو إبرة تحت الجلد كل 6 شهور أو ما يعرف بالبروليا، $300 كل إبرة، يعني 300 و 300 و 600 على السنة. وفي دواء غالي بس منعطيه عند المرضى اللي عندهم كتير هشاشة عظم قوية وعم بمرحلة متقدمة هو التريبيراتايل وما يعرف بالفورتيو اللي هو بيكلف يمكن أكثر من $300 بالشهر. في دعم لهيك أدوية؟ وزارة الصحة بتجرب تدعم. بتجرب. مش دايماً عم يتواجد الدواء خاصة إذا كان غالي. نحن برنامجنا عمل حملة توعية وحملة فند ريزينج. والحمد لله. حملة تبرعات. أي حفلة تبرعات كان في إقبال قوي وقدرنا عطينا 250 مريض فحص كثافة العظم بدون ما يدفعوا. ونأمن لهم الفحوصات الأساسية ونحولهم على مستوصف الجامعة الأمريكية اللي عم يحكي عنه دكتور إبراهيم لحتى نقدر نعطيهم إرشادات ونساعدهم بالعلاج. برافو عليكم، هيدي بدها زقفة لكم، على زقفة لجهودكم الجبارة. التصويت انتهى لديلايتفول ماينز، وهلأ التصويت رح يبدأ لأوسيو فيت فورس. شو اللي بتعتبروه أكثر شيء هش بالمجتمع؟ هيدا سؤال نحن رح نسأله يعني كمان خلال الحلقة.
بعتقد الاحوال والظروف اللي عم بتصير اقسى واقسى مع كل يوم للاسف نوعيه العلاقات بين العالم عم تتغير، عم نصير عم نركز يمكن على الاشياء الماديه او الظروف اللي حوالينا اللي عم بتصير، ما عم نركز اكثر على يعني الكواليتيز الانسانيه. يعني الازمات الراهنه بتعتبروها انه هي عم بتحولوا للمجتمع مجتمع في هشاشه. التصويت انتهى وراح نشوف النتائج. رح نطلع على التوتل 7.085 لـ Delightful Minds مقابل 6.925 لـ Osteofit Force، وهيك بكون Delightful Minds ربحوا الـ 18 مليون ليرة لبنانية، وأكيد أنتم كمان رح تربحوا 9 ملايين ليرة لبنانية. رح أطلب من دكتور غادة تتفضلي وتسلمي الجوائز. فإذا Delightful Minds عندن هنا الظروف الأكبر الأنصح. لاحظت إنه أعطيتي يعني علامة أعلى لـ Osteofit Force أكثر من Delightful Minds، ليه؟ العلامات كثير متقاربة حتى لإلي بالنسبة للفريقين، بس بعتقد مثل ما حضرتك قلت الجمهور حسمها بقرب كثير قريب. موضوع الفيتامين دي كثير بهم اللبنانيين، يعني من لما جيت حسيت في شغف لفهم الفيتامين دي، لابحاث الفيتامين دي، شو اسبابها، كيف منعالجها، شو الكميات اللي لازم تتاخذ. فبعتقد هيدا موضوع كثير مهم، والارشادات اللي نحن طلعنا فيها مع وزاره الصحه بتشرين الثاني كثير مهمه، وما بنعطي الفيتامين دي لكل الناس وبنحكي فيها بعدين. اكيد الاوستيوفيت بعتقد من ناحيه الامباكت توعيه كثير مهمه للمجتمع، بس هون في بيرسونلايزد، يعني اللبناني والمجتمع اجمالا جلوبالي صار كثير بهمه شيء انه انا شو وضعي، فهن بهالموضوع حطوا دخلوا البيرسونال الاشياء الشخصيه بالموضوع، تخليهم يكون عندهم اقبال على مجاوبه الاستماره، على الاقبال لعمل الفحص، وساعتها نحن بيكون عندنا فعاليه اكثر، بنعطيهم الارشادات ونعالجهم. دكتور غاده، انت وكبتي الفريقين وقت كانوا عم بيحضروا للمشروع، كمان يمكن في اعضاء كانوا معهم هودي بيهايند ذا سين، يعني ما كانوا موجودين معنا على الستيج بس كمان كان لهم امباكت، تخبرينا عنهم شوي. اكيد اهميتهم كثير عزيزه على قلبي. في مشتركين كانوا بالبرامج السابقه اعطوهم نصائح عموميه اجماليه، وفي فلو بالقسم عندنا بالغدد بالايوبي اسمها دكتور كلينا الحيم كمان ساهمت بتحضير البروجكت تبع Delightful Minds. بنوجه لها تحيه. على كل إن احنا مكملين حلقتنا، ولكن قبل ما نطلع بريك بدي اذكر المشاهدين انه فيكم تجاوبوا على السؤال المطروح على صفحات السوشيال ميديا التابعه للال بي سي اي، وما تنسوا تحطوا هاشتاج ذا ريسيرشر. بريك وبنرجع. أوقات حب الوطن والتعلق فيه بشجعنا نشتغل على حالنا أكثر وأكثر تننجح ونرجع نخدم هالوطن. قصة نجاح دكتور غادة الحاج فليحان. هدف، شغف، ومثابرة. ثلاث كلمات بيختصروا مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات بين أمريكا ولبنان. نعم، هيدي غادة الحج فليحان، المرأة الحديدية بمهنتها والملتزمة عاطفياً بحبها للوطن. ومش غريب عليها، هي يلي اكتسبت هالمزايا لأنها ربيت ببيت العلم بين إمها الأستاذة الجامعية ووالدها الضابط من أيام الثورة على عهد فؤاد شهاب، يلي تبوأ مراكز عديدة بمسيرته من مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى منصب سفير. ومثل ما هو اشتغل لبناء وطن ومؤسسات، غادة وأخواتها اثنين كلن مشيوا على خطاه، كل حدا بمجاله، ليكونوا على مثال أب تأثروا فيه واستفادوا من توجيهاته. من أنا وصغيرة كان عندي حشرية وإعجاب بمهنة الطب، وقت كبرت شوي صار عندي حشرية أفهم كيف بيشتغل جسم الإنسان، وكنت مبهرة بهالحكمة بتكون تقولوا بربنا، بتكون تقولوا بالطبيعة اللي هالأورجن سيستمز بيشتغلوا كلهم مع بعضهم.
نشأت ببيت كان فيه العلم، الثقافة وحب الوطن فوق كل اعتبار. البداية كانت بالجامعة الأمريكية ببيروت، ومن بعدها انتقلت إلى بوسطن، تحديداً جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب ظروف الحرب استقرت وخاضت تحدي كبير وجديد بأبحاث متطورة عديدة، خاصة الأبحاث السريرية. 15 سنة حافلة بالنجاحات، الاكتشافات وتحقيق الإنجازات بمختلف أنحاء العالم، وصولاً لاكتشافات بتخص الجاذبية والنازا، كانت كفيلة لتحقق عدد كبير من طموحاتها وتكتسب خبرات هائلة بعالم الطب. ولكن سألت حالها، شو بعدني عم بعمل بأمريكا بوقت في بلد بحاجة لخبرتي اسمه لبنان؟ القرار ما كان بده تفكير، وأخدته مع شريك حياتها الاختصاصي بجراحة وتجميل الوجه وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الدكتور نبيل فليحان. لحظة حاسمة لا رجوع عنها رجعتها على لبنان، على الجامعة الأمريكية ببيروت، مصطحبة مع أولادها ليتابعوا دراستهم بلبنان ويتعرفوا على جذورهم. وهيك بتكون قدرت تحقق هدفها وتشرف على تعليم أجيال من الأطباء وتدعمهم بكل الوسائل ليبقوا ببلدهم ويكملوا الأبحاث المتطورة يلي ابتدت فيها لعلاج هشاشة العظام. هي يلي بتملك مخزون طبي هائل من الأبحاث يلي أجرتها بالولايات المتحدة الأمريكية، رجعت واستحدثت قسم ترقق العظام وأسست برامج أبحاث بلبنان بالرغم من الإمكانيات المتواضعة. ولكن بفضل التعاون بينها وبين إدارة الجامعة الأمريكية قدرت تحصل على مساعدات من جامعة هارفارد، هالجامعة يلي درست فيها وإدارتها آمنت بقدرات غادة الحاج فليحان. وهيك صارت كل ما تحقق هدف تطمح لهدف أكبر، وبعدها مستمرة برسالتها. أنا رجعت على لبنان، أنا وجوزي، من ولائنا للبلد، تعلقنا بالأرض، تعلقنا بالمؤسسة يلي هي عطتنا الفاونديشنز، الجزر، لحتى نكون نحن شو نحن، لحتى نزرع ونحصد الأجيال الجاية يكونوا قادرين، يكونوا طموحين، يكونوا معلمين، مش بس معلمين مهنة الطب، معلمين أخلاق الطب، معلمين العطاء للبلد وللمؤسسة. إذا ما في أمل ما في بلد. دكتور غادة، يعني فعلاً هالإنجازات اللي حققتيها نحن كتير فخورين فيك كامرأة لبنانية قدرت تعمل هالكم من الأبحاث وتكون لها هالتأثير يمكن بعالم الطب. شو شعورك أنتو عم تحضري كنت هالإنسبايرينج ستوري؟ ساتيسفاكشن. مثل ما كنا عم نحكي قبل، ما في لحظة من لما رجعنا على لبنان قلنا ليه رجعنا على لبنان، لأنه فكرة الرجعة هي مبنية مثل ما بنعرف على معطيات. بهارفارد في مليون طبيب باهرين، مش عايزين واحد بالزايد واحد بالناقص. بلبنان البلد اللي البرين درين هائل فيه، نحن بحاجة نعطي كل قدراتنا لنعطي. فهيدا قرار كان كتير بمحله، ولا تكي ولا نهار أنا وزوجي غيرنا فكرنا مع صحتنا. فرص كتيرة أكيد، وأنا فخورة أنه وصلت للي وصلت له، وأكيد اللي وصلت له مش بس من دراساتي وشغلي، من المعاونين تبعولي إن كانوا بمستوية أو التلميذ تبعنا اللي مش بس نحن منعلمهم، هني بيعلمونا كمان طبعاً. عرفت من التقرير أنه والدك كان ضابط، كيف كانت الحياة بالبيت؟ عسكرية؟ يعني شجعك أكثر تكوني تروح على اتجاهات أنه لا أنا بدي بنتي تكون طبيبة أو مهندسة؟ ولا الحقيقة أنا كنت أحب الماتيماتيك كتير، وكان الوالد يشوف أنه الطب طويل للبنت، فهو للحقيقة خليني اتوجه للماتلام الأول، أنه بركي بتغيري فكرك وبترجعي بتفوتي هندسي. أنا كنت كل عمري ميالة للطب، فبعد ما عملت الماتلام رجعت قدمت على البريمادكس، قال لي أكيد مش هندسة؟ قلت له أكيد مش هندسة، والحمد لله إذا بدي أرجع بخطي كل خطوة زيتها،
من ناحية الطب ومن ناحية الشهادة التانية اللي أخذتها ببوسطة. شو اللي خليك إنه تعملي الطب؟ يعني إنه هيك لقب مثلاً دكتور، أو أنا بدي يصير إنه هيك طبيبة مشهورة، أو إنه في إشياء معينة حفزتك تعملي إنه هيدا الاختصاص؟ يعني بعتقد الطب بخليك تفهم أنت صحتك من وين بتجي، جسمك كيف بيشتغل فعلاً بعنيها. كل تكة وقت كان يمرض حدا عنا من أعضاء عائلتنا أقول منيح اللي أنا طبيبة لأقدر أرشن لأفهم شو الطريقة كيف منوصل. فهو مهنة أكيد في بقلبها كتير تعب، في بقلبها كتير تضحية، أكيد في بقلبها كتير كمان طمأنينة، لأنه ما في أنون، ما في شيء مجهول، بتعرف شو عم بيصير، بتعرف شو الأبحاث بتقلك، بتعرف شو الأدوية الموجودة، بتعرف شو الاستفادة وشو السايد إفكتس. فهيدا كتير بيساعد وبيعطيك طمأنينة وبيعطيك ثقة انه تقدر تقرر حياتك. على قصة انه عم تقولي انه بتعرف كل شيء، يعني بتعرف عن جسمك عن حياتك اكثر وهيك، قولك العالم بتعرف كثير عن هشاشة العظام؟ هلا اذا نزلنا سالناهم بالشارع مثلا شو بتتوقعي اجوبه؟ بعتقد التوعية تحسنت مع مرور السنين، بس انا تفاجأت اول ما جيت على لبنان ولهلا اذا بتقول لحدا في حدا بالعيلة عنده ترقع عظام بيقول لك لا. بتقول له حدا من اهلك كسر وركه بيقول لك ايه، بس هيدا كسر صار عمره 90 سنة أو 85 سنة، فما عندهم هيدي المعلومات إنه ممكن تكون هيدي الهشاشة بتأدي للكسر عن هشاشة العظام. بعتقد التوعية تحسنت. على كل نحن معنا يحيى التنير، حدا مهضوم بينزل يسأل الناس عن الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه اليوم بفقرة شو قولك بنحضرها سوا. يا بروف يا حبيبي، ما انا عم اقول لك اتكل علي، اتكل علي، الخلطه اللي عامل لك اياها ما في مخلوق عاملها، بدها تكسر الارض بس تنزل، بس اعطيها وقتها. بتعرف اذا هالخلطه بتنزل على السوق؟ فايت على جينيس بوك بدون ما افتح الباب. لا 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 حبيبي مش رايح. لا يا بروفيسور، بعدك عم بتقلي كالسيوم وفيتامينات وجبنه ولبنه، وك هيدا جدي وجدك وستي وستك كانوا يعتمدوا على الكالسيوم والفيتامينات وهيدول الامور. هلا ما فيك، هلا بدك تطلع بشي جديد، بدك تفاجئ الهشاشه. انا هلا على تحدي بيني وبينك، بنزل بسال الكره الارضيه كلها، الخلطه هاي بس من عنا، وجيبها اذا فيك تجيبها يا بروفيسور. عندك ترقع عظم؟ اكيد. شو الاحسن للعظم، الموز ولا الليمون؟ الموز. لا يمكن الاثنين، بس انا هيك بحس انه الموز احسن. من شو ممكن يجي ترقع العظم؟ فيه يكون جينيتيك، اذا واحد قدم العمر خلص حيصير معه الترقع العظم، يعني النقص كالسيوم بركة. كيف ممكن انك تقوي العظم؟ بعمل سبور، باكل اشياء مغذيه. هيدي خلطه، عدي معي، عصير بندوره واحد، رشه كمون، رشه كمون، تين مجفف مطحون، ثلاثه، بصل، اربعه، وزيت خروع. شو ترقق 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 ترايدس فور ترقق. شو عم تضحكوا؟ مش عم بمزح. حكيم اعشاب حضرتك، البلد كله عنده ترقق عظم، عنده فقر دم، فقر حال، فقر جيبه. يا بروفيسور مش عم بتصدق العالم، هيك هيك على العالم. ايه 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 تفضل. شو تعليقك على أجوبة الناس؟ في ناس منورين، بس في كتير شغل علينا نعمله بعد. بداية من الأولاد. من شو عادة بتجي هشاشة العظم؟ في أكيد عامل جيني قوي. أنا بقول لهم للشبيبة بالمتو، إذا ما بده يكون عندكم ترقق نقوا أهلكم. فالعامل الجيني كتير مهم، مثل كل الأمراض المزمنة للحقيقة. بس بالإضافة في نظام الحياة من ناحية الغذاء، وأكيد الحليب ومشتقاته كتير مهمين، الرياضة كتير مهمة، والشمس كتير مهمة. نحن ما بدنا نفرط بالتعرض بالشمس لأنه بيسبب سرطان الجلد، بس كل شيء زاد بالمعنى نقص، بس بالنص في أهم شيء نظام الأكل، التعرض للشمس والرياضة تنحافظ على العظام من بداية العمر الصغير، لأنه منربي 50% من كثافتنا بين 10 وال 17، وبعدين بدنا نحافظ، ومع العمر بدنا نجرب نتوقع الادويه اللي بتاثر على العظم بطريقه سلبيه، مثل كورتيزون، في ادويه لسرطان الثدي الاروماتيز انهبيتر كثير مضره للبروستيت كانسر، بتاثر على العظم، دواء الصراع، الابيليبسي،
بيأثر على الفيتامين دي وبالتالي على العظم. نحن حكينا خلال المسابقة شوي أنه عن لبنان أنه بلد الشمس وغيرها، بس دائماً عم بيكون في عنا نقص بالفيتامين دي، وهالشي أنه يمكن شجعك تعملي أكثر أبحاث. يمكن الناس أنه كانت تقول أنه نحن بلبنان أنه لشو هالأبحاث بدنا نعملها، يعني أنه عنا نحن يمكن كمية كافية. شو اللي شجعك تعملي هيك أبحاث وشو بيّن معك من خلال الأبحاث؟ هو من العوامل اللي ممكن تأثر على العظم بطريقة سلبية نقص الفيتامين دي، لأنه هذا بيزيد شيء اسمه الباراثايرويد هرمون اللي بتسحب الكالسيوم من العظم وبيصير في هشاشة عظم. فأول ما رجعت على لبنان ويجيني مرضى معهم ترقق أعمل لهم الفيتامين دي، وكلهم يقولوا غادة شو بيكي ما عدتي بباستن، ليه عم تعملي فيتامين دي؟ وإذ يطلع الفيتامين دي واطي. فبلشنا أبحاثنا عند الأولاد بالمدارس، عند اللي أدلتس يعني البالغين، وعند الألدرلي المسنين، وتبين أنه بكل هالأعمار في نسبة معينة من اللبنانيين عنده نقص فيتامين دي. فكملنا الدراسات وقلنا ليش بالشتاء الفيتامين دي عنا بلبنان أوطى من الصيف، مع أنه نحن بلد مشمس. صح. بالشتاء نهار أقصر، نقعد بالمدارس، نقعد بالمكاتب، للولاد ما عنا باركيت ليلعبوا برا، بيلعبوا بالبيوت. حتى لو عنا يمكن بطلوا يلعبوا هلا كله على الموبايل، على الابس واتسترا، ايباد. الصيف احسن من الشتاء، المحجبين ان كانوا نونز ان كانوا راهبات او ان كانوا محجبين بديانات معينه او قناعه شخصيه عندهم من اوطى الفيتامين دي. هيك بينت معكم بالدراسه؟ بيناها اكيد، وبنيو انجلاند جورنال كان في لنا رساله. طب هلا هيك يمكن يفهموك انك عم بتشجعي على خلع الحجاب. ما في ناس قالوا لي انتبهي عم بتفوتي بموضوع كتير صعب، قلت لهم لا وحسس. انا عم وعي وبيقدروا ياخذوا. ما حدا يعني ما حدا بيمل على حدا شو لازم يعمل بحياته، بس بيتوعى انه هذا ممكن يكون نقص ولازم ياخذوا بديل عنه. اذا ما بدهم يتعرضوا للشمس في فيتامينات بتتاخذ لحتى تعمل بديل عنها. وبالاضافه للكانسر عملنا دراسات بالكانسر، عملنا دراسات بالصراع، عملنا دراسات بالمسنين، وجربنا نفهم هالاسباب. فاذا نمط حياه، كيف بنلبس، شو بناخذ ادويه، وشو عملنا نحن وصغار وقت كنا عم ننمي هالستوك اللي هو بدنا نعيش فيه كل حياتنا. عملنا دراسات قارنا الصبايا بالمدارس مع الشباب. شو طلع؟ طلع انه الشباب عندهم فيتامين دي اكثر لانه بيلعبوا برا اكثر. واكيد عملنا دراسات بالمسنين وتبيّلنا انه المسنين الرجال عندهم نقص فيتامين دي اكثر من النسوان، لان النسوان صار عندهم وعي للترقق وصاروا ياخذوا فيتامين دي، والرجال ما عندهم فيتامين دي قدهم، عندهم نقص اكثر. العمر اكيد عامل، اكيد، والياس المينوبوز عامل. قد ايه تقريبا نسبه الناس اللي عندهم نقص بالفيتامين دي؟ وقت اللي بلشنا فوق ال 50%، عم نحكي من 25 سنة بكل الأعمار حاليا. جددنا حاليا بنقول أكثر 30 ل 35% across boards، بس أكيد في كاتيجوريز أكثر من غيرها أو أقل من غيرها. أكيد كمان من ضمن أبحاثك تناولتوا النساء الحوامل والأطفال، ولكن إنه كان العدد ضئيل، شو الأسباب؟ إنه هل في تخوف من الأهل إنه لجهة عدم السماح بفحص الفيتامين دي عند أطفالهم، أو كمان النساء الحوامل بخافوا إنه من الفحص؟ إنه ما بعرف إنه إذا في خوف معين. كانت الدراسة نعمل لهم فحص أساسي بالفيتامين دي قبل ما نفوت بالدراسة، ونوزعهم عشوائيا ياخذوا دوز قليلة أو دوز أعلى، ونشوف شو المفعول تبع هالعلاج على صحة الأم لحد الولادة وعن صحة الولد أول ما الطفل أول ما يخلق. هن كل شيء بالحمل بتخاف الست إنه يأثر بطريقة سلبية على الولد، فكان في تحفظ من ناحية أخذ الدواء بالدراسة اللي عم نعملها. وبالإضافة نحن وقت يخلقوا كان بين أول ما نهار بيخلقوا والشهر نحب نعمل لهم فحص كثافة العظام لنشوف اللي أخذوا أميت أكثر فيتامين دي إذا أولادهم استفادوا أكثر وقت يخلقوا بكثافة عظم أحسن. هون كان التحفظ الكبير، ما حبوا يعملوا فحص الترقق للولد أول ما يخلق، خافوا من الأشعة، مع أنه بدنا نقول أنه الأشعة فحص الترقق عند الصغار وعند الكبار أقل من الأشعة اللي متتعرضت فيها نحن وقت نمشي نهار زيادة برا. حلو. أتوميك راديشن. عملتوا كمان بحث بيتناول كثافة العظام والنقص بالفيتامين دي عند الأشخاص اللي بيعانوا من داء الصرع. نعم. قبل ما نحكي بتفاصيل البحث، فينا نعرف للناس شو هو داء الصرع؟ هو معروف بالإنجليزي بالأبيليبسي، وقت اللي بيقولوا بيقع بالنقطة. وقت اللي بيصير في كهرباء بالراس غير منتظمة، بيصير عندهم هزة يا جزئية يا عمومية، ممكن يقع عن الوعي، ممكن يقلبوا عيونهم لورا، ممكن يفقدوا الكنترول تبع البول أو الخروج،
وهيدا الشيء كتير مزعج. مرض عصبي هو؟ هو مرض بكهربة الرأس. بكهربة الرأس. أبليبسي. وهيدا بنعطى أدوية بتأثر على الفيتامين دي بطريقة سلبية، بتأثر على الميتابوليزم تبع الفيتامين دي فبينقص الفيتامين دي. فكمان عملنا دراسات بقسم الأبليبسي مع دكتور محمد مئاتي كان رئيس قسم الأطفال، وعملنا الدراسات عند الصغار وعند الكبار وجربنا نعطيهم فيتامين دي كمية صغيرة كمية على عملنا كثافة العظم قبل كثافة العظم بعد، وتبين أنه الفيتامين دي بيعطي كثافة عظم أحسن بعد فترة سنة من عدم أخذ الفيتامين دي إذا المريض عنده صرع وعم بياخد أدوية الصرع اللي لا بد منها. شو الإجراءات اللي بتنفذوها بالمركز للتوعية لأهمية الكالسيوم والفيتامين دي لتلافي مرض هشاشة العظام؟ هلأ نحن عنا عدة أنواع من التوعية. عنا التوعية وقت المريض يجي لعنا على العيادات بنعطيهم إرشادات عامة شفهية، بس كمان نعطيهم كتيبات patient educational material اللي عم نطورها دايماً أنا وزملائي بالقسم دكتورة أسمع عرابي ودكتورة مرلين شحتورة. هودي موجودين كمان بقسم الترقق، يعني في مرضى بيجوا بيعملوا فحص الترقق بس ما ضروري يشوفوا حدا منا، في هالمنشورات موجودة بقسم الترقق فيهم ياخدوا منا ويتنوروا منا. بنعمل حملات متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. مزبوط، متوفرة باللغة العربية، والجامعة الأمريكية عندها قسم خاص patient education يلي بيساعدونا لتطوير هالمنشورات اللي منوزعها وبتكون مدروسة وأبروفد. بالإضافة منقوم بتوعية بيوم الترقق العالمي اللي هو بأكتوبر، وبنعمل نشاطات محاضرات، بنعمل كويز، بنعطي جوائز، بنعمل فحوصات ترقق مجانية عمدة شهر بالجامعة الأمريكية لنزيد التوعية. بالإضافة منروح عند الـ NGOs، أجيالنا، أملنا، دار العجز الإسلامية، منجرب نمتد برا لنقدر نكفي هالتوعية. من كذا سنة نزلنا على المدارس حكينا مع الأولاد وعيناهم وعملوا لنا بروجكت شو فهموا من هالحملة اللي عملناها بالمدارس بمساعدة الأدمينستريتر الآي سي إي سي إس أشبال الساحل والعملية، وكانت كتير رائعة وبدأت تتجدد، بس هالمرة إن شاء الله مع وزارة التربية. كمان من ضمن الأبحاث عملتي بحث بيتعلق بالبدانة أو تأثير البدانة على النقص بالفيتامين دي، شو بتخبرينا عنه؟ مثل ما بنعرف الشرق الأوسط ولبنان فيهم بدانة كتير، وهيدا بيعرضنا لأمراض القلب وللسكري وللضغط ولما إلى والترقق. نعم. فالعضو الدهن بالجسم هو بيمنعنا نقدر نعمل بروسيسنج للفيتامين دي لنوصل للأكتيف ميتابولايت بالفعالية نفسها. فالمرضى اللي عندهم سمنة عندهم نقص فيتامين دي، وهذا بيأثر بطريقة سلبية للأسباب اللي حكيناها، بس كمان المرضى اللي بيعملوا عملية التنحيف مثلاً كمان، نعم، إن كان سليف ولا أكتر الجاستريك بايباس مع بيشيلوا قسم من ال ما بيحلوا المشكلة؟ بيحلوا المشكلة، بدهم ياخذوا كميات أكبر من الفيتامين دي ليقدروا يحلوا المشكلة، لأنه ما بيعودوا بيمتصوا، الفيتامين دي بيمتص بآخر المعدة وبالجوجنم. لأنه بيروح يمكن جزء من من هيدي المنطقة اللي هي مسؤولة عن امتصاص الفيتامين دي. الفيتامين دي والكالسيوم. كمان عملتوا تقييم حول كمية الكالسيوم اللي بتناولها الأطفال بلبنان. شو تبين معكم؟ بالدراسات اللي عملناها بالمدارس وعدة دراسات متكررة تبين إنه تقريباً معدل الكالسيوم اللي بياخده الولد عنا بين 400 وال 500 ملي جرام بالنهار. هو مفروض قد ايه لازم ياخذ؟ المفروض يكون ما فوق 800، لانه قلنا هيدي الفتره اللي عم بيبنوا فيها كثافه العظام تبعهم 50% 60% من كثافه العظام باوجها بتكون مكتسبه بالطفوله. يعني انت هون عم بتوجهي يعني او لازم توجهي رساله للاهل، يعني يوعوا لهيدي المساله، يعني بناء العظم يبتدئ من مرحله الطفوله ويمكن حتى بالجنين. حتى بالجنين كيف؟ يعني الحياة السليمة للست الحامل، عدم الدخان، يكون مستوى الفيتامين دي كافي بجسمها. في دراسة بساوث هامبتون يلي هي كمان ساعدت دراستنا عند النساء الحوامل، بيّن أنه إذا أخذوا فيتامين دي ولدوا بالشتاء، لأنه هو بآخر 3 أشهر من الحمل بيتكون الهيكل العظمي وبيتقوى بالكالسيوم. فالستات اللي بيولدوا بالشتاء إذا ما أخذوا فيتامين دي ولادهم بيكون عندهم كثافة عظم أقل من الستات اللي ولدوا بالشتاء واخذوا فيتامين دي. فمنقول it starts in utero، ببلش بالجنين. فاذا لقيتوا انه هالاطفال ما عم ياخذوا الكميه المناسبه، شو النصائح كانت؟ توعيه، وبدل ما ناخذ بيبسي ودايت على الطاوله يكون عندنا حليب. المدارس اللي وصلنا لها صاروا يعطوا سناكس اكثر مقويه بمنتجات الكالسيوم، بيتزا فيها كالسيوم، اللبن فيه كالسيوم،
وصاروا يعطون كوميونيتي سيرفيس، يعني يعطون اورز انه هن عم يخدموا المجتمع وقت يقوموا بمشاريع بالمدرسه العلاقه بتوعيه الغذاء وترقى العظام. على كل نحن رح نكمل حوارنا ولكن بعد البريك. مكملين حوارنا مع دكتور غادة الحاج فليحان حول صحة العظام. أسستوا كمان يعني حضرتك وزملائك لبنيز جايدلاين فيتامين، شو بتخبرينا عنها وشو الإرشادات والنصائح اللي طلعتوا فيها؟ هيدا مشروع بيرجع لسؤال كيف أنا نعطي أحسن علاج للمريض. وصلنا لمرحلة من شي 6 سنين صار في معلومات لرول الفيتامين دي، يعني دور الفيتامين دي لصحة العظام، بتقول نعم مهمة، وإجا دراسات معاكسة عالمية عم نحكي بتقول مش مهمة. فأنا قعدت مع زملائي بالقسم وقلت لهم يا عمي ما بنعرف شو لازم نعمل مع المرضى تبعولنا، شو بنعمل؟ فهنيك قمنا بدراسة فعلاً جبارة، وتلاميذ الطب ساعدونا فيها مش الموجودين، هلأ صاروا متخرجين وبأمريكا. قدرنا قيمنا كل الدراسات اللي انعملت عالمياً عن فعالية الفيتامين دي، ودققنا فيها بصحتها، بمصداقيتها، بنوعية الداتا اللي عطتنا إياها، واشتغلنا هون مع الجريت سنتر مع دكتور إلي عقل والزملاء بالقسم دكتور شختورة دكتور عرابي، وكمان زملاء بالجمعيات الطبية تبع الغدد وتبع الروماتولوجي ومنظمة الصحة ووزارة الصحة، لوصلنا لبعض الريكومنديشنز الإرشادات يلي هي الفيتامين دي مهم عند المسنين يلي ما بيطلعوا لبرا، ما بيتعرضوا للشمس، بخفف نسبة الكسور فعلاً مزبوط، بس مش عند الناس اللي صحتهم منيحة بيقوموا بحياة عادية، بيقعدوا بالشمس، بيعملوا رياضة اتسترا. سو مش كل الناس لازم تاخد فيتامين دي. والأهم صار في موجة أخذ فيتامين دي بكميات مضرة للصحة. سو من وجه التوجيهات هي لتحدد من هالخطورة، لأنه كثرة الفيتامين دي بتضر، بتسبب كسور، بتسبب كثافه، بتعمل مفعول عكسي، يعني بتعمل مفعول عكسي وبتسبب هشاشه عظم ببعض الاحوال، وبتزيد ريسك الوقعه والكسر. هيدا مش انا ارجيتها، نحن دققنا اذا تخطى الفيتامين دي الليفل تبعه، اذا تخطى كميات وياخذوا كميات هائله، ياخذوا 50,000 بالنهار 100,000، يعني هيدا شيء كثير مهم يتوعى عليه اللبناني. اللبناني اللي بيروح بيعمل رياضه وبيتعرض للشمس وبياكل نظام اكل مزبوط ما ضروري ياخذ فيتامين دي. فالمسنين نعم، حتى لو كان insufficient؟ لا، إذا كان insufficient وعنده هاي ريسك وعنده ترقع، عنده صراع، عنده سمنة، عامل عملية، عم نحكي في هاي ريسك، وهون حددنا شو الهاي ريسك. نعم، مش كل لبناني بده يروح ياخذ فيتامين دي. هي أول وحدة. ثاني وحدة، الكميات الفيتامين دي اللي عم تتاخذ مثل ما قلنا حددناها للترقع ولصحة صلابة العظام، ما في لزوم نتعدى ال 2000 يونت بالنهار، حددنا 800 ل 2000. وليه حددنا رينج؟ لانه في ناس بيعوزوا اكثر، في ناس عندهم ريسك ما يقدروا يعملوا ميتابوليزم مزبوط للفيتامين دي او بياخذوا قدره مضاده، بيعوزوا كميه اكثر، فتركناها للطبيب المعالج ليشوف كل شخص شو وضعه. هيدي الارشادات الثانيه. والارشادات الثالثه، ما تعملوا فحص فيتامين دي عشوائيا على كل الناس، لانه اول شيء مش حيغير الارشادات، ارشاداتنا ثابته، بس كمان في خلل بنوعية الفحوصات اللي عم تنعمل بالمجتمعات بالمختبرات يلي هي منا كلها مدعومة بكواليتي اشورنس بروجرام بيأكد انه هل النتائج مزبوطة ودقيقة. يعني انا ممكن دقيقة يجيني مريض عنده فيتامين دي ليفل 14، عدلوا اياه مثلا بالجامعة الامريكانية يطلع 25. وهون نحن كيف بنعرف؟ نعرف الاي يو بي عندها كواليتي اشورنس، هيدي لا شك، بس مش كل العالم بتقدر تيجي على الاي يو بي. نشجع المختبرات، وعندنا حملة مع زملاء اعلاميين صرنا مرات يعني بس نحن عم نشترك فيها، لا الاصرار على تنفيذ نظام الكواليتي اشورنس بالمختبرات اللي بتعمل الفيتامين دي عالميا، ومنهم اكيد لبنانيا. يعني عندنا 6 مختبرات مشتركه معنا بلبنان لتحسن وضع الفيتامين دي مع السي دي سي. شو العوارض عاده لنقص الفيتامين دي؟ نحن قلنا الترقق مرض صامت. صامت نقص الفيتامين دي القوي بيعمل وجع عضل ووجع عظم، وهو بيسبب ترقق، وبيسبب ترقق. فإذا نقص الفيتامين دي بيعمل ضعف بالعضل،
بيعمل وجع عضل، بيعمل وجع عظم جنرلايز بكل العظم بالإجرين حتى للكرسحة. اجتنا مريضة بالويلتشير كان عندها فيتامين دي تحت العشرة أول ما جيت من أمريكا، وكان السبب إنه ما بتتعرض للشمس، ما بتاكل حليب ومشتقات، نمط الحياة مثل ما كان، وبيتها معتم وما بفوت عليه الشمس. أي. وعطيناها فيتامين دي وقامت مشيت بعد جمعة من المستشفى. حلو. هناك أيضا برنامج فراكس أونلاين، شو بتخبرينا عنه؟ الشباب أوستيوفيت ذكرونا شوي فيه. نحن عنا حاسوب كالكوليتر نزل على البلاتفورمز العالمية بأوروبا وأمريكا بالأول بال2008، يلي بدخل حيالله حدا على البلاتفورم أونلاين على جوجل معلوماته الشخصية، وممكن بدون ما يكون معه فحص ترقق ياخد فكرة شو خطر الكسر عنده 10 سنين، إن كان خطر كسر عمود فقري إيد وورك أو خطر كسر لحاله 10 سنين. هيدا مستحب ينعمل بعد عمر ال 45-50 لأنه بيزيد ريسك الترقق، ليأخذوا فكرة هن وين. إذا كان الريسك تبعهم واصل للعشرة بالمية من المستحب يعملوا فحص كثافة العظم لحتى نحدد بطريقة دقيقة أكثر خطر الكسر ونوجهه عند الحكيم المناسب. فراكس أونلاين نزل عالمياً بال 2008. أنا دايماً عندي تحدي إنه لبنان يكون رائد بمجالات كثيرة، فاتصلت ببروفيسور كانس بشيفيلد، هو عنده WHO Collaborating Center، وقلت له بدنا ننزل فراكس لبنان، شو بدك معلومات؟ قال لي بدي معلومات عن كسر الورك عند اللبنانيين، بدي معلومات من وزارة الصحة عن اللونجيفيتي عند اللبنانيين. 2009 سبتمبر نزل فراكس لبنان. حلو. أول فراكس بالشرق الأوسط وبأفريقيا. وهيدا شيء كثير بيساعدنا بحياتنا اليومية وقت نشوف المريض لنقرر إذا بدنا نعمل فحص ترقق أو لا، أو بدنا نعطي دواء للترقق أو لا. ممتاز. نحن حكينا طبعاً بمرحلة الطفولة قارنا بين الصبايا والشباب، وذكرتي أنه الشباب دايماً عادةً أو الصبيان بيروحوا بيلعبوا برا بتعرضوا لأشعة الشمس أكثر. على كبر يعني وقت بيصيروا بالغين، شو السبب وراء ارتفاع نسبة إصابة النساء بهشاشة العظم مقارنة مع الرجال؟ بالطفولة الشباب بيعملوا رياضة أكثر، بيتعرضوا للشمس أكثر. على كبر وبالراشدين يمكن مثل بعضهم، بس بعدين في شيء مهم، حتى مهمة بيولوجيكية عند الست اللي هي عمر الأمل، عمر الخمسين 51، وقت اللي بينقطع المبيض عن الإفرازات الهرمون الأستروجين، يلي بيصير في نزول بكثافة العظم كتير سريع بين 2-5% بالسنة بالعمود الفقري على 5 سنين. ف very quick decrease، يعني نزول كتير سريع ممكن يوصل 15-20% من كثافة العظم بخمس سنين. الرجال ما عندهم شيء موازي لهالحادث البيولوجي بالحياة، إلا إذا بعيد الشر كان عندهم سرطان البروستات وأخذوا أدوية بتخفف من الهرمونات بجسمهم بطريقة أنه يتعرضوا للترقق مثل النسوان. فلكل 3 نسوان يمكن في رجال واحد معه ترقق. معه ترقق. كان عندي سؤال هون، حضرتك قلتي أنه ممكن يعني في ناس بتتعرض لكسر العمود الفقري، في حال انكسر العمود الفقري يعني أنه شو بيصير بالإنسان؟ بيتصلح؟ بيتصحح؟ بيرجع؟ أنه لأنه عمود الفقري أنا بحس أنه انشل. هذا شيء كتير مهم. أول شيء معلومتين مهمين لنبلش. الكسر ممكن يكون كتير بيوجع، وبيجوا عادة المرضى بيقولوا لنا كنا عم نحمل شيء تقيل، كنت عم بحمل حفيدة حسيت شيء صار لمع ظهري وما بقى فيني اتحرك، او عم بحمل شيء بالسوبر ماركت طبيت قمت لمع ظهري من وجع. سو الكسر بيعمل الم قوي، بس اذا كان كسور مايكرو فراكشرز، يعني كل يوم عم نعمل شيء بحياتنا اليوميه عم بياثر على الفقره الفيرتبري على الفقره، ممكن يصير في شيء اسمه مايكرو فراكشر ما نحس فيهم، بس نوصل لدرجه نجي عند الحكيم نقول له نحن عم نقصر عم نحردب. 50% من كسور العمود الفقري بتكون صامتة، 50% الثانية بيكون في وجع قوي، حسب شو الوقت الزمني اللي حصل فيه الكسر القوي أو الكسور الصغير اللي بنسميها مايكروفراكشر. وبتتصلح؟ هلا هيدا سؤال كتير مهم. الوقت بخفف الوجع ما بيجلس الفقرة. للأسف جربوا دراسات كتيرة وطلع إرشادات من أوروبا ومن أمريكا من المنظمات المهتمة بالترقق وبصحة العظام، بينت أنه وقت فينا نحط شيء اسمه سيمنت، سيمنت يعني مثل السيمنت تبع البناء بس أكيد بيولوجيكلي بيكون مقبول من الجسم، ممكن نخفف الوجع لأنه بترجع الفقرة
بتعلى وبيخف الوجع وبتقوى. المشكلة اللي صار فيها وهيدي لازم تنعطى بعد دراسة كتير مهمة وبعد وقت على القليلة 6 لـ 8 أسابيع قبل ما نقرر نعملها. ليش؟ لأن احنا عنا فقرات متعددة، إذا حطينا سيمنت بفقرة معينة بيصير في خلل بالتوازن القوة بين العظم اللي فوق العظم اللي تحت والفقرة اللي مقوية، بيصير في كسور above and below، فوق وتحت. وتحت، يعني بنعمل دومينو إفكت. فهيدا ما لازم نعمله إلا بالتشاور بين الحكيم المعالج والاختصاصي والمريض فعلاً موجوع وما عم يتحسن بعد فترة زمنية معينة. حضرتك قلت شيء تاني، شلل ممكن وقت يصير الكسر لورا posterior يعمل مثل ضغط على النخاع الشوكي وعلى الأعصاب ويسبب شلل أو يسبب خطر للشلل أو خلل بالبول، بنقول لهم عم بتبولوا بدون ما تحسوا وقت يجوا معهم كسر. في فحوصات أكيد MRI بتحدد إذا هيدا الشيء حصير، وإذا ممكن في خطر على هالشيء دغري بنعمل عملية من قبل النيوروسيرجن لحتى يضبطوا الوضع الميكانيكي وما يصير في خطر على النخاع الشوكي والعصب. فإذا تعرض العمود الفقري لبعض القصور الصغير اللي حكيتي عنها بتسبب قصر مثل ما عم بتقولي، بس انه مع العلاج انه بخف الوجع ولكن ما فينا نرجع للقامه اللي كنا عليها قبل. ومشان هيك نحن بالعيادات بنقيس طول المريض كل مره بيجي لعنا تتشوفوا قد ايه، اذا نزل اكثر من 3 سنتي مثبت بالعياده بسنه بنعمل فحص راديولوجي للعمود الفقري نتاكد ما صار في كسر. في اسباب ثانيه للقصر هي السكوليوز الالتواء بالعمود الفقري او الديسك بين الفقرات بنشف وبصير في حردبه وقصر بس مش من الترقق، فلازم نميز لانه العلاج مختلف. صحيح. كمان نفذتوا ابحاث حول النساء المصابات بالسرطان وتاثير الادويه على العظام، شو كانت النتائج؟ عملنا دراستين كبار. اول دراسه عملناها من 10 سنين مع قسم السرطان مع الدكتور علي شمس الدين، دكتور زياد سالم وزملائهم. اخذنا الستات الصبايا لانه مثل ما بنعرف بلبنان سرطان الثدي ببلش على بكير، والستات الصبايا بالأربعين 45 عم ينصابوا بهالمرض. حبينا نعرف إذا فينا نعطيهم شيء لنمنع نزول كثافة العظم من أدوية الكانسر. وتبين معنا إنه وقت نعطي الستات حتى لو صبايا لأنه بينقطع الإعادة الشرية عندهم من الكيموثيرابي. إذا أعطيناهم دواء، نعم، إذا أعطيناهم دواء مثل البيسفوسفونات بالعرق بحافظوا على كثافة عظم أحسن وبيكون النتيجة بعد سنة صلابة عظم أهم. هي أول دراسة. تاني دراسة عملناها مش من زمان، من سنة، عملنا دراسة عامة عن كل شيء عالم بالعالم على سرطان الثدي، تنازل كثافة العظم والأدوية اللي فعالة. درسنا البيسفوسفونات، درسنا الدينوسيوماب، وتبيّلنا إنه بدون شك كثافة العظم تتحافظ وقت يتاخذ الإجراءات المهمة بأخذ هالأدوية. الدراسات عن الكسور ضئيلة، وبين إنه الأكثر حينزل خطر الكسر وقت ناخد هالأدوية، بس هيدا الشيء مش أكيد لأنه الدراسات ما ركزت على العظم، ركزت على السرطان. في حال التزم المريض بدواء ترقق العظم، هل هيدا الشيء كافي للحماية من الكسور؟ مثل كل الأمراض المزمنة، الالتزام بالدواء شيء كتير صعب. بالترقق إذا ما كان في التزام ما في فعالية. إذا التزم المريض بالدواء مثل ما سمعنا من الشبيبة بينزل خطر الكسر من 40 لـ 70% حسب وضع المريض وحسب شو الدواء اللي عم نعطيه، بس ما بينزل للصفر. سو انا دائما بقول لهم بالاضافه للدواء في اجراءات اخذه بدكم تعملوها، خاصه عند المسنين. فحص العيون من المي الزرقاء، اذا ما عندنا مي زرقاء ما بنقشع، نتفشكل، بنوقع، بنكسر. بدنا نعمل فحص لسلامه العضل وطريقه المشي. أنا كل مريض بيجي لعندي فوق الـ 65 بعمل له عدة فحوصات سريرية، أول شيء بقيمه عن الكرسي. هل بده يتمسك بإيدين الكرسي ليقوم؟ معناتها عنده ضعف بالعضلات المهمة للتوازن الكوادريسبس. بالإضافة بمشي 6 أمتار رايح جايب، باخذ قد إيه الوقت اللي عم بياخده ومع الوقت بشوف إذا عم يتراجع. معناتها اللباقة البدنية بالعضل خفت. ونحن هلا رح نكسر الجو، جو الأبحاث بجو المفاجآت، أنت بتعرفي نحن بحلقتنا دائما في مفاجآت، عبالك تعرفي اليوم مين مفاجأتك؟ أكيد بدك تطلعي على شاشتك. أهم قياس بالنسبة لي هو ما ألمسه من نجاح باهر في تلاميذي السابقين، وخير مثال على ذلك الدكتورة خازة حاج فريحان.
التي أسست مركزاً ذو شهرة عالمية ومستوى بالفعل يضاهي أي مراكز للأبحاث في موضوع الكالسيوم وترقق العظم. أني فخور بما حققته الدكتورة غادة، وأشعر أن هذا بالنسبة لي أهم قياس للنجاح لأي أستاذ أكاديمي في الجامعة الأمريكية. أستاذك دكتور إبراهيم صلتي، مزبوط، شو بتقولي له اليوم؟ أول شيء بحييه، هو سبب ليش أنا نقيت اختصاص الغدد وقت اللي تخرجت رحت على أمريكا، ولحديت هلأ بنتعلم منه لدكتور صلتي وقت يعطي محاضرات، وبيعرفوا التلاميذ أنه هو بياخد أعلى علامات بتعليم تلاميذ الطب لحديت هلأ بعد كل هالسنين من تقييم الطلاب، يعني تقييم الطلاب هو من الرائدين كيف يعطي المعلومات فعلاً. تحية لإله لدكتور إبراهيم صلتي. كمان في مفاجأة تانية، قلبك حاسك شيء؟ ما بعرف. مفاجأة أقوى؟ حدا من العائلة؟ ما بعرف. حدا من الزملاء؟ ما بعرف، بدك تطلع على شاشتك وتشوفي. الأصحاب اللي بيتعرفوا على غادة بالشق المهني بيجوا بيقولوا لي واو إنه أختك فظيعة وشو هالحكيمة ومثالية وكذا، بقول لهم إيه بس أنتوا بس عم بتشوفوا الشق المهني من غادة، بدكم تشوفوها بالشخصي العائلي قديه بتفني حالها لكلنا، لإخواتها، للماما، للبابا الله يرحمه، لقرايبينها، وحتى للأصحاب وحتى مش للأصحاب. أنا ممنونة لأختي غادة لأنه علمتني كتير إشياء، هي مدرسة لإلي الحقيقة، علمتني المثابرة، علمتني الشغف، علمتني أنه حط هدف لإلي وصله. هي بعائلتنا الصراحة هي الصخرة اللي منتكمش فيها نحنا على الحلوة وعلى المرة مثل ما بيقولوا، وهي اللي بتعمل كوهيجن بعائلتنا. غادة كمان أخد كتير من الوالد الله يرحمه هالديسيبلين وهالمثابرة لتوصل للهدف، كتير منظمة بحياتها، يعني بتعطي كل شغلة بحياتها حقها ووقتها، يعني بمهنتها بتعطي كل وقتها، لعائلتها بتعطي وقتها، لأولادها بتعطي وقتها، وهذا الشيء الحلو فيها. ومثل ما بقول عن جد هي أنا كل يوم بتعلم منها، ودائما بقول لها يا أختي أنت مدرسي، وبدي أقول أنه الله يخلي لنا إياك يا أختي وتدلك بهالنشاط وبهالحب لوطنك وللإيوبي ولعائلتك الصغيرة، ويعطيك دائما الإيمان تقدر تعطي للبلد وللإيوبي ولعائلتك. هيدي سنة الحج أختي زميلتك، زميلتي بكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، حسيتك تأثرتي هلأ بالمفاجأة الثانية؟ أكيد، لأنه أنا أكيد من التربية بالبيت، من الأهل، من الأخوة، تماسك الاجتماعي الكتير قوي، وأنا كمان لمؤسستي اللي عطتني الأيوبي، فأنت جمعت اثنين للحقيقة، بلشنا بالأيوبي ورجعنا بالأيوبي، والأسس الأساسية هي البيت، بيت العلم، بيت الأخلاق، وبيت الانتماء لوطن وتعمير وطن. بيي كان معمر مؤسسات للصراحة، مش لأنه والد. أمي كانت بروفيسورة بالسوربون، عندها ثلاث بنات بالستينات، فأخذت البي اتش دي بالسوربون. فهيدا شيء بتطلع فيه تتشربه أكيد، وبيعطيك هالطريق اللي بتمشي عليها. فالفضل لقلن أكيد، وبرجع بقول للمؤسسة تبعنا، وبرجع بقول لكل الزملاء اللي بحياتي بلبنان وبأمريكا، وللشبيب النهضة اللي هني سبب رجعنا على لبنان. نحن رح نتوقف مع بريك أخير، من بعدها Out of the Box. نحن بهيدي الفقرة ضيفنا رح بيكون فنان، بنسأله نحن أسئلة من موضوع الحلقة عن العظم بس بالمعنى المجازي، Out of the Box. معظم أعماله بتلاقي رواج ونجاح فور صدوره، بيجمع بشخصيته أكثر من موهبة، من التلحين للغناء والتمثيل والكتابة، إضافة للرقي بالتعامل مع الناس.
حقق شهرة واسعة وكبيرة مش بس محلياً إنما على الصعيد العربي. عم أحكي عن الفنان زياد بورجي اللي رحنا لعنده سألناه مجموعة أسئلة وهيدي هي كانت أجوبته. وقت العظم بيكون هش بينكسر بسرعة، مين أو شو بيكسرك بالحياة؟ بينضرب الشاسيه بيقولوا، إذا الإنسان بيعتقد فقد احترامه قدام حاله، يعني تصرف عكس قناعاته، وهون بتضل الشخصية متماسكة. لما بنفقد هيدا اللينك بيننا وبين حالنا بصير كل شيء بنعمله في عليه علامات استفهام، وبعتقد هون بيكون صار في كسر عظم، يعني بيكون الشاسيش تبع الشخصية انضرب مثل ما بيقولوا باللبنان. موضوع العظم، موضوع الشاسيه، حتى بمحط كلماتي اليومية بكون عم بحكي مع أصحابي إنه أهم شيء العظم يضل منيح. هل شي مرة تعرضت لمشكلة صحية مرتبطة بالعظام؟ في مرحلة مرقت فيها عرفت إنه ما بينلعب بالصحة ودفعت أثمان غالية، وكنت فعلاً عيني أو وصلت لأني عيني من أوجاع بكل أعظام جسمي، بس ما قبل ومن 5 سنين لهلأ رجعت لعالم الصحة الامباكبل يعني. وهون تسمح لي وجه تحية للي اهتموا فيه، لحبيب قلبي، لأنجي كسابي، لماريو هاشم ماي كوتش، لسناء مرتي، لغسان الممرض اللي بيهتم فيه دايما. فعن جد في جو صحي أنا محاط فيه بعتقد يدرس. مين الفنان اللي بتعتبره قريب وبتقول إنه من عظام الرقبة؟ ملهم زين. عندي علاقات قريبة لحد الأخوة، عندي علاقات، بس يعني عظام الرقبة ملهم زين، كل الرقبة. في أشخاص بتقرب منهم بتلاقي شبه، بتلاقي إشياء مشتركة ما بتتوقع إنها تكون موجودة مع حدا خلق بغير بيت، بغير عائلة، نشأ بغير بيئة. فجأة بتلاقي في كتير من العوايد لها علاقة خصوصي بالعائلة والارتباط بالعائلة والوفا ووفا للصديق، هيدول الصفات كلها بيقولوا لنا موجودة بالحب زين. شي مرة خضت مع حدا معركة كسر عظم؟ معركتي مع حالي كانت أكبر معركة كسر عظم خضتها بحياتي، الحمد لله زمطت منها ربحان أبضاي بأقل خسائر ممكنة، وزمطت بعائلة حلوة وزوجي رائعة وولاد ملايكي حلوين وأصدقاء طيبين وناس عم بشتغل معهم أمينين. تعبت على هيدول كلهم، وهيدا كله يعني نتيجة انتصاري بهيديك المعركة اللي من بعدها كله بعتبره تزكزوك. أكتر سبب بيخلي الوسط الفني هش هو؟ لما يبطل الفن هو أساس اختيار الممبرز اللي فيه، والهشاشة على مستوى إذا بدي أحكي اختصاصي اللي هو الغنية، واللي اختصاصي على مستوى الأعمى هو الأغنية اللبنانية. بحب أقول إنه قادرين نستفيد من التطور بالأمبلاج، بس ما بيسوى ندق بالعظم. نحن عم نغير العظم تبع الغنية اللبنانية ببعض الأغاني، ببعض الأشياء اللي عم نسوق لها. مش هيدي شخصيتنا، مش هيك بنحكي نحن، مش هيك لحننا، مش هيدا نغمنا. فهون كمان نرجع للعظم، العظم بالموسيقى هو انه تكون الغنيه لبنانيه تحتلفظ وتحكي باللهجه اللبنانيه، بتخبر عن عوائد ومواقف ومعاني وذكريات وطموحات وتأملات وعادات واطباع لبنانيه. هشاشه العظم خطر بيهدد جسم الانسان من دون ما يشعر، هل شي مره تلقيت تهديد من حدا؟ اكثر من مره صار عندي تهديد بالقتل كرمال غنية، بيهدد هو شخص أصلاً ضعيف وهش وفاشل. بمين بتشد ظهرك وقت توقع بمشكل؟ بالله، صدقاً مش عم بحكي، مش عم بمزح، عن تجربة. ربنا معي دخيل اسمه حاضر بشكل فعال وسريع. ثانياً في عندي جسم ببلش
من عند الماما الله يطول لي بعمرها، لعند اخواتي، لعند مرتي، لعند الاولاد، لعند برويتي المحاط فيهم اللي انا بعرف انه انا مرضي كثير ليكون عندي هيدي التوليفه. هيدول كلهم بكلمه وحده بياخذوا اوردر وببلشوا عمليه الوقوف الى جانبي والدعم اللي كمان تفويلي بس اقل طبعا من التفويله اللي بياخذها لما بلجا لربنا، بلجا له بابسط طريقه بحب انه نلجا له فيها وهي الصدق. هذه كانت أجوبة الفنان زياد برجي، شو تعليقك على أجوبته؟ بالعظم بالصميم، وبعتقد أنه الأجوبة كانت مناسبة للحلقة كتير. للحقيقة الحكم إذا فيني أقول الحياتية اللي رجعلها من حياة الزوجية حلوة، لأنه إذا ما في كان بالبيت الواحد مرتاح ما في يعطي. صح. سألناه كمان نحن مين الشخص اللي بتعتبره من عظام الرقبة. أنا رح أسألك السؤال، مين بتعتبريه من عظام الرقبة سبب نجاحك؟ يعني صعب أقول شخص واحد، أكيد الوالد أثر فيي كتير، وعائلتي، أمي، زوجي. زوجي دعمني كتير بمسيرة الحياة، ومش هين الست تعمل طبيبة وتعمل أبحاث وتكون غايبة ومشغولة وما تقدر تهتم وتكون موجودة. فأكيد هو كان عندي، هو مثال لأنه كتير نجح بخياراته. بس كمان الشهادة، شهادة الطب الأيوبي كانت مفصلية، بس أنا كنت عندي ولدين وقررت أخذ شهادة تانية قبل ما أرجع على لبنان، هي الماستر Public Health Clinical Effectiveness، اللي هي شهادة لنعمل أبحاث سريرية ونتعمق بكيفية عمل الأبحاث بطريقة سليمة ومجدية. وهيدي مؤسسة التانية اللي هي هارفرد. ووقت اللي هالقد حسيت هيدا كان مفصل حياتي، فتح لي مجال بمسيرتي المهنية، نقلت هالبروجرام يماثله على الأيوبي. افتتحناه بال 2012، جبنا منحة كبيرة 1.5 مليون، وجبنا منحة تانية من 5 سنين لنكمل بهالمشروع يلي هو بأهل تلميذ الطب، متخرجين الطب، يتعمقوا بطريقة عمل الأبحاث ليكونوا ناجحين بحياتهم ورائدين كان هون ولا برا. هذا هو الشارب Scholars in Health Research Program. أوكي. هو الماجستير اللي فعلا أحسن ديسيجن أخذتها بحياتي إنه أعمل شهادة الطب. Second best decision أعمل الشارب ويماثله بهارفرد وجيبه على لبنان. حلو. كمان بعد رح أسألك سؤال من أسئلة زياد. شي مرة خطي معركة كسر عظم مع حدا لهدف معين؟ في حادثة صارت معي، كنت تلميذ الطب بعد ما تخرج، بدي سنة لأتخرج. كنت ببوسطن بهارفرد ميديكال سكول عم بعمل إلكتف، وإذ صارت حرب 82 بالصيف، سكر البلد، سكر المطار، ما في مجال نرجع. الله يرحمه بيو لبريزدنت خوري رجا، كان صديق للوالد وكان كتير بهمه أمور التلميذ ما تتوقف. نصحني ابقى بأمريكا، كفي كل شيء كأني بلبنان، بيعطيني الشهادة من لبنان وبكفي من وراها بأمريكا. فالوالد ارتقى أنه هذا حل كتير مهم ومنيح، وأكيد تشكرني لدين خوري. بس أنا ما زبطت معي لأنه بلدي مهدد، في حرب، في قصف، أهلي ما بعرف وينن شو حيصير. رجعت كملت، تخرجت ورجعت، رحت على بوسطن على واللي بهمنا اليوم أنك أنت اليوم دكتور غادة الحجة فليحان، من أشهر الأطباء والباحثات والباحثين بمجال صحة العظم. بعتقد هيدي يمكن رسالة إيجابية لكل العالم لحتى تتمسك فعلاً بأحلامها أن تحققها مهما كلف الثمن. شكراً. قبل ما نروح لفقرة 5 على 5 رح نسمع الرسالة اللي وجهها الفنان زياد برجي. عبر أداة ريسيرشر بحب وجه رسالة، لأنه يعني هذا الشيء اللي عم بيصير على ال بي سي اليوم هو شيء نحن كثير اشتقنا انه نشوفه. هذا الحوار اللي اليوم عماد يعني اتحفني فيه، نوع الاسئله، نوع الثقافه اللي عم تتصدر من وراء هيك نوع من البرامج بلبنان، بعتقد هني الامل بانه نحن بلد على الخارطة فارض نفسه رح يضل فارض نفسه. هذا الشيء حلو كتير، هذا الشيء عالي، بيرفع الراس وبيض الوجه لكل الدكتورز الموجودين، لكل الناس اللي عم تشتغلوا بهالبروجرام الرائع والهادف. بقول لهم جود لك والله يكثر من هالبروجرام.
نحن كمان زياد بدورنا من برنامج داري سيرتشر بنوجه لك كل التحية وكل الحب. وطبعا كانت يعني يمكن مرورة كان معنا اليوم له نكهة خاصة. جاهزة للخمسة على خمسة؟ جاهزة. وهلأ خمسة على خمسة مثل العادة، خمس أسئلة بإجابات سريعة ما بتتعدى الكلمة أو الجملة. أول سؤال، مين الشخص اللي هو بمثابة الفيتامين بحياتك؟ والدي الله يرحمه. مكان بتقصديه دايماً لأنه بيمنحك فيتامين القوة لتستمر بالعطاء، أي مكان؟ شوف بعصير مكان مسقط بيعطيك هيدا الإحساس الأرض بحسسك هيك بالقوة بالقوة، الانتماء بيعطيك قوة. شو الحكمة اللي وردتيها من والدك الله يرحمه وبتعتبريها هي فيتامين الحياة؟ عامل غيرك مثل ما بتريد تتعامل. حلو، شو علمتك الحياة تتجبري كسور نفسية؟ الإيمان بالنفس ويشتغل واحد على نقاط ضعفه. حلو كتير، فعلاً هي بحاجة نحن نآمن بحالنا ودائماً نشتغل أنه نعترف أنه عندنا نقاط ضعف، لأنه في ناس ما بتعترف أنه عندها نقاط ضعف. غير شغفي المهني بطب العظم، أنا شغوفي بي سباحة. تسبحي منيح؟ كتير. وهي هي كانت الأسئلة، وهلأ قضية دكتور غادة الحاج فليحان. دكتور غادة شكراً جزيلاً على حضورك معنا الليلة، وكانت معلومات عن جد عن جد كتير مهمة. مثل العادة رح نسلم our researcher قلم مكتوب عليه اسمه، طبعاً تدوني عنوان قضية أنت بتأمني فيها وبتدعميها من خلال خبراتك أكيد بكتاب The Researcher. تفضلي. مجتمع لبناني خالي من الكسور. لبنان خالي من الكسور. A Lebanese fracture-free society. العظام هن مصدر قوتنا الجسدية، فالمحافظة على صحتها أمر ضروري لنتفادى أي أمراض ممكن تصيبها وتؤدي إلى هشاشتها. تصبحوا على ألف خير.